أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعظم الجهاد هي كلمة حق عند سلطان جار. الكلمة التي كانت في زمن الطاغية صدام كلمة الحق هي أعظم الجهاد، ونحن عاصرناها وشفناها بأم الأعين ورأيناها بأم الأعين. فكان رمز الجهاد في مدينة الصدر المجاهدة الشيخ علي الكعبي قدس الله نفسه الطاهر، الذي يعبر السيد الشهيد أنه أئمة الجمعة من يصلي خلفهم يصلي خلفي بالمعنى الملازمة. فكان الشيخ عنده قدوة للمجاهدين في مدينة الصدر المجاهدة التي خرج منها آلاف الأبطال المجاهدين ومئات الشهداء في مقارعة النظام البائد والاحتلال الأمريكي الغاشم. فكان له أثر في نفوس المجاهدين والمؤمنين في المدينة، لأنه كلمته كانت كلمة حق عند سلطان جار. ورأينا وشاهدنا في كثير من الخطب أنه كانت هناك أنه صارخات له بالحق، حتى كانت أنه في يوم من الأيام أنه عندما نادى أولاد البعثية أو البعثية عندما أنه كانوا يراقبون صلاة الجمعة قالوا راقبوا عوائلكم لا تراقبوا المؤمنين. فهذه كانت أنه الشجاعة البارزة عند شهيدنا الذي هو الشيخ علي الكعبي، وأن الأمة التي تحيي ذكرى الشهداء هي أمة حية، والحمد لله رب العالمين. الله يديم حبيبنا. سؤال أخير شيخنا، هذا المهرجان أهميته، ما هي الرسالة التي سوف تبعث من خلال كل الكلمات اللي راح تقول في حق هذه الشهداء؟ طبعا الشهداء يشفعون عند الله، الشهداء لهم الدعاء ولهم الأثر للأحياء وللأموات. فنأمل من إحياء هذه المناسبة أنه شفاعتهم شفاعة الشهداء والمجاهدين، ودعاهم عند الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان على هذا البلد، وكذلك أنه يربي هذا الاحتفال وغيره بذكرى المجاهدين، يربي النفوس المؤمنة المجاهدة التي تدافع عن الوطن وعن العقيدة وعن المذهب. الشيخ تحسين العقابي.